بيك عزيزي المشاهد في برنامج اسألوا ولن تسؤكم. تعالوا نسمع ونشوف مع بعض سؤال الحلقة: هل الإله يجوع ويعطش ويتعب زي ما حصل مع المسيح؟ الإجابة ببساطة طبعا لا. الإله لا يجوع ولا يعطش ولا يتعب. المشكلة دايما في عدم فهم طبيعة المسيح. المسيح إنسان كامل وإله كامل في نفس الوقت، والكل طبيعة منهم صفاتها وخصائصها اللي بتميزها، وكمان من غير امتزاج أو انفصال عن الطبيعة التانية. كان لازم للمسيح طبيعة إنسانية كاملة لعمل الفداء، وكان لازم يثبت للجميع إنسانيته الكاملة، لأن هو هينوب عن الجنس البشري كإنسان، ولازم من صفات الفادي إنه يكون إنسان. ما ينفعش ملاك يفضل بشر، ما ينفعش أي كائن آخر يفضل بشر، لكن لأنه هو يفضل إنسان فكان لازم يكون النائب عن الجنس البشري هو إنسان، فكان لازم المسيح يثبت إنه هو إنسان. فالمسيح بطبيعته الإنسانية اللي كان لازم يثبتها أكل وشرب وتعب، فهو خضع كإنسان لقوانين الطبيعة الإنسانية، لكن كمان أثبت ألوهيته بأفعاله وأقواله اللي لا يمكن أن تصدر إلا من الله نفسه. مثلا المسيح خلق وعلم الغيب، ودي صفات خاصة فقط بالله وما يدهاش لحد تاني. المسيح قال إنه هو الله لما قال: قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، ودي معناها أنا الله، ودي مشروحة في حلقة لوحدها. عزيزي المشاهد، فكر في اللي قلناه، ومستنينك الحلقة الجاية، ومستنين أي سؤال عندك مهما كان، عشان برنامجنا اسمه اسألوا ولن تسؤوا.